الحمد لله. كتب للشهداء على الجنان وللمدافعين عن أوطانهم الجنة والرضوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا صلوات ربي وسلامه عليه على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة المسلمون، إن الله تبارك وتعالى اصطفى شهداء الوطن الأبرار. نعم يا أحباب رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى: وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالإيمان هنا على العموم يا أحباب رسول الله، والشهادة اصطفاء أيضاً يا أحباب رسول الله. نعم، فمن هو الشهيد؟ الشهيد هو الذي قتل دفاعاً عن دينه، دفاعاً عن أرضه، دفاعاً عن ماله ونفسه وعرضه. والوطن يجمع كل هذا يا أحباب رسول الله. إن كان الشهيد هو من قتل في سبيل الله دفاعاً عن دينه أو عن ماله أو عن عرضه، فإن الوطن جمع كل هذه الأشياء. فالوطن هو الأرض، والوطن فيه المال، والوطن فيه العرض، والوطن فيه النفس، بل فيه أنفس كثيرة. فكلمة الوطن جمعت كل هذا يا أحباب رسول الله. نعم، فالدفاع عنه هو أكرم الطاعات وأرفعها مكانة وأكثرها بذلاً وعطاءً وأخلدها ذكراً وثناءً. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس في الدفاع عن الأوطان وعن الذود عن حياضه. ففي يوم كانت المدينة هادئة، فسمع فيها صوتاً هز أرجاءها، وتملك الناس الخوف، فذهبوا جميعاً مسرعين يريدون أن يعرفوا ما هذا الصوت. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسرع من كل هؤلاء. وجدوه عائداً، استطلع الأمر وتقصى الأخبار وعاد ليطمئن الناس ويقول: لم تراعوا، أي لا تخافوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدفاع عن الأوطان يا أحباب رسول الله. ولقد ضحى شهداء الوطن الأوفياء بحياتهم دفاعا عن دينهم وأهليهم ووطنهم ومقدرات بلادهم وإنجازات شعبهم التي تعب في تحقيقها المؤسسون، تعبوا كثيراً في تحقيقها.
فلبى أبطال الوطن نداء الواجب، وأدركوا أن التقصير في حياة في حمايته والذود عنه من العظائم ومن الكبائر، فبذلوا في سبيله المهجة والكرائم. يا أحباب رسول الله، لقد سمت غايتهم وعلى هدفهم، ورغبوا فيما أعده الله تبارك وتعالى لهم في جنات النعيم. اسمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي لن يذهب أجورهم بل يكثرها وينميها ويضاعف لهم الأجر، بل ويصلح بالهم، أي يصلح أمرهم ويصلح شأنهم، ويدخلهم الجنة التي وعدهم إياها وعرفهم إياها بوصفه لهم. هؤلاء هم الذين يقتلون في سبيل الله يا أحباب رسول الله، ووعد الله حق، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فاستبشروا ببيعكم، استبشروا يا من بعتم وبايعتم الله ودفعتم أرواحكم ثمناً لأوطانكم، دفاعاً عن أهليكم ودفاعاً عن تراب وطنكم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فيا لفوزهم يا أحباب رسول الله، هؤلاء ربحت تجارتهم، أعطاهم فأجزل لهم العطاء، ونقلهم من دار الفناء إلى دار الجنان والبقاء. نعم يا أحباب رسول الله، هذه الدار التي نهفو إليها جميعاً هي دار البقاء في جنات النعيم. وصفها القرآن أجمل وصف، فقال تعالى: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. ثم وصف بكلمات فقال: لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون، أي شيء يشاء سيجدونه في جنات النعيم. فالجنة ليست جمالها في أنهار تجري من تحتها، ولكن النعيم فيها أن لهم فيها ما يشاء. فكأن مشيئتهم أمر، وكأن مشيئتهم تنفذ في الحال، فما اشتهوا شيئا وما شاءوا شيئا إلا وجدوه بين أيديهم. هذه الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لهم يا أحباب رسول الله، يهنؤون فيها وينعمون. وما ماتوا، ما ماتوا يا أحباب رسول الله، ولكن يحدثنا القرآن عن حياتهم، ويصف النبي لنا كيف هذه الحياة.
فيقول أرواحهم في حواصل طير خضر تصرح في الجنة، معلقة في قناديل تصرح وتأوي إلى هذه القناديل في الجنة. وليس الأمر كذلك، بل اطلع الله عليهم اطلاعة أتدرون ما معنى هذا الكلام؟ اطلع الله عليهم اطلاعة، أي أن الله تبارك وتعالى نظر إليهم فعم النور أرجاء المكان، ثم سألهم أي شيء تشتهون؟ قالوا أي شيء نشتهي يا ربنا ونحن نصرح في الجنة. فسألهم ثلاث مرات فما من بد، لا بد من إجابة، فأجابوا بما هم فيه من نعيم. أجابوا حينما رأوا النعيم، قالوا نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك ثم نقتل ونعود فنقتل. فالله تبارك وتعالى جعلهم أحياء، وقالوا نريد أن نبلغ إخواننا في الدنيا عن النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قتل في سبيله. فتعهد الله تبارك وتعالى بذاته أن يبلغ عنهم، فنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حينما نسمع هذه الآيات وتطرب بها آذاننا جميعنا يا أحباب رسول الله يتمنى أن ينال هذه المنزلة العظيمة. إن شهداء الوطن الأبرار هم أحياء، فالشهيد لا يموت يا أحباب رسول الله. فالله تبارك وتعالى يكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، كل عمل خير اعتادوا أن يعملوه في الدنيا ويحافظون عليه يجري عليهم ثوابه بعد استشهادهم. هذا العمل لا ينقطع يا أحباب رسول الله. واسمعوا إلى كلام سيد المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا الزهراء، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ينبئنا صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أن هؤلاء أعمالهم لا تنقطع، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه من مات مرابطاً في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان،
وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع. انظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا يا أحباب رسول الله. فهؤلاء أعمالهم لا تنقطع، وأرزاقهم موصولة، وهم في أمان من الفزع يوم القيامة. أي فضل بعد هذا الفضل يا أحباب رسول الله؟ ولا تمسهم النار. لماذا لا تمسه النار؟ لا تمسه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم أمن من النار. فالغبار الذي يثار من الرمال حين القتال وحين الدفاع عن الأوطان، هذا الغبار يستنشقه المجاهد في سبيل الله، لا يجتمع هذا الغبار ودخان جهنم في جوف عبد مسلم يا أحباب رسول الله. فهذا لا تمسه النار. وماذا بعد ذلك؟ كل من كان حارسا لوطنه، ساهرا على سلامة شعبه، فإن النار لا تمسه. لماذا؟ هل هذا ادعاء؟ هذا كلام سيد المرسلين محمد. عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. العين الساهرة تؤمن شعباً وتؤمن وطناً وتؤمن مجتمعاً وتؤمن أنفساً بأكملها، هذه عين لا تمسها النار يا أحباب رسول الله، وعين بكت من خشية الله. وفي ذلك بيان لعظيم دور هؤلاء وجليل عملهم. الشهداء في مأمن يا أحباب رسول الله. كل من يقدم لوطنه عملا هذا في مأمن كبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع مقامهم وأن يعلي منزلتهم وأن يلحقنا بهم شهداء. هذا وصلوا على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وطاعة من أمرتنا بطاعته امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الحمد لله عز جلاله فلا تدركه الأفهام، سما كماله فلا تحيط به الأوهام، شهدت أفعاله أنه الحكيم العلام. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أدى شهداء الوطن ما عليهم، وأفدوا أوطانهم بأرواحهم الطاهرة، وصانوا ترابه بدمائهم الزكية، وأثبتوا حب الدين والوطن أنهما أغلى شيء في الوجود، وأصبحوا قدوة حسنة لمن بعدهم، فهم مصابيح تضيء للأجيال طريق البذل والعطاء، وتجسد لهم عظمة التضحية وروعة الفداء. كيف لا؟ وقد قال الشاعر: يجود بالنفس إن ضن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تقدر تضحيات شهداء الوطن، فأسست مكتب شؤون أسر الشهداء، وخصصت يوماً للشهيد، وهو يوم 30 من نوفمبر من كل عام، ليصبح يوماً مشهوداً في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، خالداً في ذاكرتها، وهو رد للجميع، ليعبر الجميع عن تقديرهم للشهداء الذين بذلوا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة في سبيله وهم مرابطون ثابتون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تصلي وتسلم على سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم شهداء الوطن الأوفياء، وارفع درجاتهم في عليين مع الأنبياء، وأنجز لأمهاتهم وأهليهم الصبر والسؤال. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا. اللهم واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد من أذانا، ولا تخيب رجاءنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها وأمنها ورخاءها وسائر بلدان المسلمين. اللهم وفق لي أمر البلاد فيها لنصرة الإسلام وعزة المسلمين. انصروا بنصرك وأيدوا بتأييدك يا رب العالمين، وإخوانه وحكام الإمارات أجمعين، ونائبه ولي عهده الأمين، واجعل ذلك لولاة أمور المسلمين في كل مكان بجودك ومنك يا حنان يا منان. اللهم تغمد الوالد الشيخ زايد برحمتك، وأخيه الشيخ مكتوم برحمتك، وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحابك يا رب العالمين، وارحمنا جميعاً إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك أن تنعم علينا بشهادة في سبيلك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. واقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمني ويرحمكم الله. تراصوا واعتدلوا، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. إخواننا خارج المسجد أرجو أن يراعوا مساواة الصفوف واتصالها بالمسجد، وأن لا يلتمسوا الظل ليصلوا فيه منفردين. وأرجو من الإخوة المصلين أن يغلقوا الهواتف المحمولة. Please switch off your mobile or keep it on silent. سأل الموبايل بند كريم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.